التقى معالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة اليوم وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة السيد أمجد بشير عضو لجنة الشؤون الخارجية، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وثمن وزير العدل مستوى علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والدول الأوروبية وما تشهده من تطور ونماء في سائر المجالات، منوها بأهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون والتنسيق المشترك والاهتمام المتبادل.